قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة جون دوريان إن حوالي 40,000 مقاتل مستعدون لعزل مدينة الرقة شمال سوريا تمهيدا للسيطرة عليها. وأضاف دوريان اليوم أن محادثات مستمرة ستكون بين الولايات المتحدة وشركائها في التحالف لتقرير القوة العسكرية التي ستدخل المدينة وتسيطر عليها بعد الانتهاء من عزلها. يأتي ذلك في وقت لا يزال الخلاف بين أنقرة وواشنطن موجودا حول هوية القوات المشاركة في معركة الرقة، حيث ترفض تركيا مشاركة قوات اليابجي في المعركة، فيما تصر أمريكا على إشراكها. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة عنتاب التركية غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. مرحبا بك سيد غزوان. المتحدث باسم التحالف قال إن هناك 40,000 مقاتل سيشاركون في عزل الرقة، وأن هناك مشاورات حول هوية القوة العسكرية التي ستدخل المدينة. هل يحضر الأمريكيين لسيناريو يعتمد على عزل قوات اليابجي للرقة ودخول قوات الجيش الحر إليها مثلا؟ لا أعتقد، يعني الولايات المتحدة سبق أن حدد خياراتها، يعني فيما يتعلق بالقوات المشاركة في عملية الرقة، الاعتماد الأساسي هو على قوات سوريا الديمقراطية، وربما يكون دورة أو ينحصر دورة في عملية حصار المدينة، ويناط بالقوات العربية اللي هي من تكوينات عشائرية أخرى، إضافة إلى بعض العرب الموجودين ضمن بنية قوات سوريا الديمقراطية، ممكن أنه هم يكونوا رأس الحرب في الدخول إلى المدينة. لكن هذا السيناريو في تقديري يعني ما زال في أخذ وجذب كما أسلفتم، يعني فيما يتعلق بالدور التركي في هذه المسألة. لا تجد تركيا لنفسها دور إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، يعني هذا يبدو من المستحيلات. نعم، طيب هل هناك تحفظ أمريكي على مساعي تركيا لسيطرة الثوار على منبج، خاصة بعد رفض الخارجية الأمريكية التعليق على أنباء تحدثت عن كلام بين أمريكا وتركيا لإخراج قوات اليابجي من منبج؟ يعني هناك دائما أخذ وجذب بين تركيا وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بدور قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا في منطقة غرب الفرات. فيما يتعلق بمنطقة منبج، يعني لا يراد لتركيا أن يكون لها دور تحصد من خلاله نتائج، يعني تكرس تركيا أو تكرس لها دور كقوة إقليمية. هذا ما لا تريد الولايات المتحدة حقيقة، لأنه في ذهنها خرائط وأدوار أخرى مختلفة للمنطقة. طيب بناء على هذا الكلام الذي تفضلت به سيد غزوان، برأيك أين تتجه العلاقات الأمريكية التركية في ظل الخلاف حول معركة الرقة؟ الحقيقة أنا ما بشوف بس معركة الرقة هي نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا أو نقطة خلاف وحيدة، هناك كثير من الملفات في خلاف حولها. يعني الولايات المتحدة لا تريد لتركيا في ظل قيادة حزب العدالة وفي ظل رئاسة أردوغان لتركيا، لا تريد لها أن تحصد ثمار سياسية لطالما منعتها من أن تفعل فعلها خلال أو طوال سنوات الثورة. يعني لطالما كانت تركيا تطالب بأن تفرض منطقة عازلة، وكان الممانع الرئيسي هو الولايات المتحدة. يعني لا تريد، كما أسلفت، أنه هناك تصورات أمريكية للمنطقة تختلف كلية عما هو في ذهن القيادة التركية. هناك خرائط جديدة تريد الولايات المتحدة فرضها عبر إشراك أدوات معينة في الإقليم، وإبعاد اليد التركية عن أن يكون لها دور في رسم تلك الخرائط. نعم، أشكرك كثيرا من مدينة غزة عنتاب التركية غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. شكرا لحضرتك. وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف الدولي استهدفت اليوم الجمعة مناطق عدة في الرقة أودت بحياة 5 مدنيين و6 عناصر من تنظيم الدولة، كما أصابت نحو 17 شخصاً.